كوبايه دي ابيض وكوبايه دي اسمر وكوبايه رده ناعمه، تمام. نص كوبايه زيت، عايزين تحطوا زيت زيتون مفيش مشكله، عايزين تحطوا زيت عادي برده مفيش مشكله، المتوفر عندكم شغال. نص كوبايه حليب او نص كوبايه ميه، نص كوبايه حليب او نص كوبايه ميه. اللبن ينفع تتبدلوه باي حاجه انتوا عايزينها، ميه او حليب او مثلا لبن من ذوع الدسم براحتكم خالص. وهحتاج معلقتين صغيرين سكر، نقدر نقللها، نقدر نخليها معلقه سكر واحده بس مفيش مشكله خالص، مش هيجرى حاجه. واتنين معلقه صغيره خميره فوريه وذره ملح خفيف. تعالوا ندخل مع بعضين على الشغل، وانا النهارده هشتغل معاكم بايدي مش هشتغل بالعجان عشان ننجز. اول حاجه هحط عندي كل ما هو باودر، الدقيق، الرده، ودي الاسمر ودي الابيض والرده والحاجات بتاعتنا كلها، معلقتين الخميره الصغيرين اهم، تمام. وهحط عندي، انا هحط معلقه سكر واحده بس مش اكتر من كده، اهي معلقه صغيره سكر والموضوع انتهى. وهنحط حبه ملح صغيره عشان يدوني بس نكهه للقمه اللي هناكلها، حبه ملح بصوا اهم على يعني في ايدي كده فرفوته صغيره. خلاص الموضوع. طيب اللي انا هعمله بعد كده، هستخدم عندي اللبن وبعد كده عندي الزيت، او سوري العكس، ادي اول حاجه انا هعملها اهي، هقلب كل الحاجات دي مع بعضها وهنزل على طول معانا بايه، بالزيت اهو. اوزع الزيت بالشكل ده، محتاج الزيت يدخل في كل الدقيق علشان يتظبط. ممكن تحتاجوا شويه ميه خفيفه وممكن ما نحتاجش، يعني على حسب العجينه بتاعتنا، تمام. هاخد كل المقادير بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهو على اطراف صوابعي، هدخل الزيت بتاعنا في الدقيق. طيب ايه الفكره ان انا لازم اعمل الموضوع ده علشان يطلع معايا البقسماط بعد ما اخلصه ويستوي يطلع معانا هش، ما اكلش لقمه سن او لقمه دايت زي دي وفي الاخر خالص برضه تطلع معانا مالها، تطلع معانا كانها حاجه عيش وطعمه مش لذيذ. الطريقه دي بتدي طعم حلو جدا وبتخلي الحاجه بتاعتي هشه وكويسه جدا جدا. طيب كده انا خلصت، هدوس عليها بالشكل ده، لو لقيتها متماسكه كده هعرف انها كده تمام وزي الفل. اهي ياسمين قدامك عشان عاوز تشوفيها، تمام. طيب كده اعرف ان البقسماط بتاعي ماله، الدنيا بتاعتنا تمام. خلاص كده اخد شويه اللبن اللي معانا، وزي ما قلت لكم ممكن نحتاج مثلا معلقتين ثلاثه ميه مش اكتر من كده وممكن ما نحتاجش. حطيت اللبن كله اهو، هخلط كل القصه دي مع بعضها واشوف العجينه بتاعتي وصلت لغايه فين. اتلمت، شايفين ابتدت تتلم ازاي؟ اهي اتلمت وزي الفل، بصوا اهي اتعجنت خلاص، تمام الكلام اهو زي ما انتم شايفين اهي. خلاص يا جماعه ادي العجينه بتاعتي، العجينه السن بتاعتنا اهي. خلاص كده اهو اقدر اديها معلقتين ثلاثه ميه، ما يجراش اي حاجه خالص خالص خالص. اوكي هجيب حبه ميه بس، اخد معلقتين ميه مش اكتر من كده عشان العجينه بتاعتنا ايه تتظبط، معلقتين ثلاثه زي ما قلت لكم. بس الفكره كلها يا جماعه، اوبس، الفكره كلها في حاجه بس بسيطه تاخدوا بالكم منها في البقسماط السن اللي زي ده. هستأذنكم احنا مش هنعجن، انا يا دوب بس اللي انا هعمله هلم العجينه بتاعتي اهي واديها، هنقول هنعجن قد ايه؟ مفيش دقيقه بالظبط، اللي هو هنشط حبه الجلوتين الموجودين في الدقيق الابيض اللي انا حطيته والموضوع انتهى، تمام؟ ما تقلقوش لو هي احتاجت حبه ميه تاني زياده مش هيجرى اي حاجه اطلاقا، نقدر نحط لها كمان معلقتين ثلاثه بس بالتدريج. لكن الفكره كلها ان انا مش عايز اعجن عجن العيش، يعني مش عاوز اخليه يطلع معانا عيش في الاخر علشان يبقى معانا لسه عامل ايه؟ مدينا لسه الهشاشه اللي احنا عملناها في الاول خالص بتاعت الزيت، وان احنا نبس الزيت مع الدقيق. دي اول نقطه بالنسبه لنا مهمه قوي، اهي هعجنها العجنه اللي انتوا شفتوها دي، ما كملناش فيها دقيقه، اللي هو يا دوب بس باخد كل الحاجات مع بعضها. اهو خلصت العجينه بتاعتنا اهي، تمام الكلام. هسيب العجينه بتاعتنا ترتاح، احطها هنا في البوله واقفل عليها واسيبها ترتاح بس نص ساعه على الاقل، محتاجها كاني بخمرها، وده مهم جدا جدا في موضوع بقسماط السن علشان بس الخميره تنشط، فلما بتنشط بتخلي العجين يهش، يبقى هيش معايا اكتر، وكمان بيديني كريسب اكتر في البق، ما يكونش بقسماط كاني باكل عيش محمص او عيش ناشف. عيش المحمص احسن، لو عيش ناشف كاني بكسر حاجات فيه بقسماط كده بنجيبه من بعض الافران، بنيجي نقطمه نحس ان احنا بنقطم عيش ناشف، فدي من ضمن الحاجات اللي مش كويسه خالص. هغطيها ونسيبها ترتاح. انتوا عارفين طبعا وشايفين ان احنا قدامنا هنا البقسماط، ده بقسماط السن، احنا عاملين حبه بركه، وفي واحد تاني كمان
موجود في الفرن ده ما بحبتش البركه، مش حبه بركه يعني، ساده تمام كده. طيب العجينه بتاعتي بعد ما هعجنها واسيبها ترتاح تمام، هبدا على طول ادخل في قصه التشكيل بتاعها. التشكيل بتاعها هنشكله بطريقتين عشان انتوا ما تتعبوش، خلاص كده عشان حضراتكم ما تتعبوش هنشكله مع بعض بطريقتين. هاخد العجينه بتاعتي بالشكل ده زي ما هي، شايفين التخمير عمل فيها ايه، ابتدى يقطعها. العجينه دي بتتقطع من التخمير مش زي ما انتم متخيلين العجين التاني، لان دي ما فيهاش مسامات. الرد او الديل الاسمر ما فيهوش مسامات زي الديل الابيض. الديل الابيض فيه الجلوتين فبيرفع معانا تمام. لما تتحط حته العجينه دي في الصاج انتوا هتشوفوا الموضوع. طيب هاخد منها طرف بالمقطع بتاع العجين بالشكل ده، وهاجي واخده زي ما هو واحطه على الرخام من غير اي دي ولا حاجه زي ما انتم شايفين، وهبدا الفه بايدي بالشكل ده اهو. صوابع بتسند والكفه بتاعت ايدي هي اللي بتعمل ايه؟ هي اللي بتعمل الشغل كله اهو. واخدين بالكم يا جماعه؟ ادي البقسماطه بتاعتي اهي، بتكون بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو، وبتكون كلها متساويه وزي الفل و10 على 10 اهي. خلاص كده بحطها بعد كده في الصاج واسيبها تختمر في حدود ربع ساعه، ما تطولوش عليها في التخمير عشان ده بقسماط ده مش حاجه تانية. ربع ساعه بالظبط تمام تخمير، وتدخل بعد كده على الفرن. درجه حراره الفرن كام؟ في حدود 190 ولا حاجه زي كده، بتاخد معانا في حدود 10 دقائق، ما بتكملش ال 10 دقائق، من 10 ل 12 دقيقه دي لو طولت قوي، عشان بقول 10 12 دقيقه عشان الفرن بتاعتنا. خلاص طيب لو انا عايز اجيب بس صاج اهو احطه لكم هنا عشان تشوفوه، وهناخد البقسماط بتاعنا بالشكل ده. طبعا ده البقسماطه دي كبيره عشان تبقوا عارفين، احنا بنحطها في الصاج، وبعد ما الصاج بتاعنا بيكمل خالص يعني الصاج بتاعي بكمله بقسماط بقطعها نصين، او اخد حته حته واعملها على قد ما انا عايز. طيب نقطه تاني، لو انا محتاج مثلا ما تعبش نفسي في البقسماط هعمل ايه؟ هاجي واخد العجينه بتاعتي زي ما هي كده شايفين اهي، وهفردها بالشكل ده. هتساعدني بس في التشكيل شويه، افردها بالطريقه اللي شفتوها دي، اجي واخد منها شريحه شريحه برضو بالطريقه دي، وابدا اني اعمل فيها ايه؟ ابدا اني اخدها واديها لفه بالشكل ده اهو. هتلاقوها اتلفت معاكم بسهوله جدا، الطريقتين ينفعوا وزي الفل و10 على 10. خلاص يا جماعه اهي، دي مثلا لو هي على قد الصاج على طول وتتحط بالشكل ده. عايزين تعملوها طويله مره واحده وتقسموها نصين شغال، عايزين تعملوها كده برده شغال ما يجراش اي حاجه خالص. طيب هل نقدر نعمل حاجه تاني؟ اه نقدر نعمل حاجه تاني، اقدر اخدها شرايح بالشكل ده زي البريد ستيكس على طول، وبرده اقدر احطها هنا في الصاج واسويها زي ما هي كده بالظبط. طبعا مع ان انا اسوي الاطراف يعني اخلي الاطراف بتاعتي متساويه وشكلها شيك بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي اهو. خلاص كده ادي الحاجات بتاعتي، تقدروا تعملوها باشكال زي ما انتوا عايزين. في الاخر خالص برضو ممكن اديها السمسم او حبه بركه، برضو ده شغال وده شغال. الله الله الله، شكله يفتح النفس وريحته كمان حلوه قوي. طبعا انتوا عارفين البقسماط ممكن تلاقوه دلوقتي كانه طري، بصوا طري، لو دوسنا عليه تحسوا ان هو طبعا ناشف من فوق، لكن لو ضغطنا عليه هتحسوا ان هو طري. البقسماط ما يجيبش معانا شغل غير بعد ما يبرد، يعني الصاج ده مثلا بارد، لو وسعت دي كده شويه ووريتكم حته من البقسماط ده، بصوا هتلاقوه عامل ازاي. بص هيما، هيما اللي معايا صح كده، بصوا يا جماعه اهو البقسماط عامل زي الرمله يا ابراهيم صح كده، زي الرمله، هش جدا ودايب تقريبا. دي القصه بتاعتنا في البقسماط، عشان كده انا بنبه على حضراتكم دايما ارجوكم تاخدوا بالكم من قصه العجن، العجن بيعمل فرق كبير جدا معانا في الموضوع ده. زي ما انتم شايفين البقسماط شكله بصراحه يفتح النفس.